فاولا كنبغي نشكر اللاعبين على روح القتاليه طيل 90 دقيقه. كنظن في بعض المباريات كيكون الحظ، فكنظن اليوم ان الحظ سافنا، خدينا 3 نقاط اللي هي مهمه لينا من مدينه الدار البيضاء، كتخول لنا الصداره. فبالنسبه للمباراه بقينا مكونسونطرين طيل 90 دقيقه، واخا تماركوا علينا 2 اهداف ما حاولناش نطيحوا يدينا. كنظن 3 الاهداف اللي تماركات في 6 دقائق بالبريسينغ اللي درنا ديال المدرب، كنظن فهي مهمه بالنسبه لنا. كنتمنى ان شاء الله الجماهير تجي تساند نهار الاحد، غتكون مقابله صعبه. الى حققنا فيها 3 نقاط ان شاء الله غادي تخلينا واحد التحفيز وواحد القوه باش نمشيو في سكه صحيحه في البطوله الوطنيه ان شاء الله.